نتابع في أدوات الاستفهام: هل، كيف، أين، أين، متى، متى، ماذا، هل، كيف، أين، هذه هي أدوات الاستفهام: هل، كيف، أين، متى، ماذا، كم. هذه هي أدوات الاستفهام وغاية في الأهمية: هل، كيف، أين، متى، ماذا، كم. ويراد بها للسؤال، يراد فيها للسؤال. مثال أن تقول للإنسان: هل تناولت طعام، هل تناولت طعامك؟ يقول: نعم تناولت طعامي. يكون في الإجابة بنعم أو لا، يكون الإجابة تكون إجابة للاستفهام، يكون الإجابة تكون الإجابة تكون الإجابة بنعم أو لا. كي تقول للإنسان: أين بيتك؟ والذي يميز أداء أسلوب الاستفهام بأننا نضع إشارة استفهام. لاحظوا معي بأننا نضع أداء الاستفهام: أين بيتك؟ متى؟ تقول الإنسان: متى؟ متى النصر؟ وإن شاء الله النصر قريب. نضع، جاءتنا هذه الصيغة في الامتحان: متى النصر؟ ما هذا نوع الأسلوب؟ تقول: نوع الأسلوب هذا استفهام. نضع إشارة الاستفهام للتمييز. وهذا لا يأتي أن نضع إشارة في الامتحان، لا يأتون بهذه الإشارة. من أداة الاستفهام أنت تعرف بأين، أين، متى، وهل، وكيف، وماذا، وكم. هنا من أدوات الاستفهام. مثال آخر: كم عمرك؟ كم عمرك؟ ماذا تقول؟ 6 سنوات، 7 سنوات؟ للإجابة نضع إشارة الاستفهام. هذا نتوصل بأن أدوات الاستفهام تكون بالإجابة بنعم أو لا. وهنا أشهر الأدوات: هل، وكيف، وأين، ومتى، وماذا، وكم. وفي عدة أدوات أخرى: ماذا تصبح، لماذا، وفي همزة مثلا: أأشتريت الموس؟ هذا ليست لطلاب الآن، هي لطلاب الجامعات، طلاب ما بعد الجامعة. ولكن الأشهر: هل، وكيف، وأين، ومتى، وماذا، وكم. وتكون الإجابة بنعم في حالة الإثبات، ولا في حالة الرفض وعدم القبول. والذي يميزها نضع بإشارة الاستفهام. والسلام عليكم.